هلا رح ننتقل لفقره كثير حلوه مع صبيه جدا حلوه، ورح نروح معها بفضاء مختلف نوعا ما. وهالصبيه هي متعدده المواهب والعطاءات، ومن عالم الطب الى عالم صناعه المحتوى الرقمي والى التعريف بسوريا من وجهه نظر سياحيه، سواء بالمجال الثقافي او الترفيهي او حتى المجال الطبي والديني ايضا. وللمزيد حول هالموضوع صارت معنا بالاستوديو الدكتوره تيماء علوش، طبيبه اسنان وصانعه محتوى رقمي. يسعد صباحك واهلا وسهلا. يسعد صباحك، صباح رمضان كريم، ينعاد عليكم بالصحه والعافيه يا رب. اهلا وسهلا. اليوم يعني طريقين مختلفين، يعني اليوم من الطب لعالم السوشيال ميديا وصناعة المحتوى. اليوم لفتي نظري انه عندك لقب خاص بحضرتك، اول شيء حضرتك دكتورة بطب الاسنان، وعندك لقب الاميرة. يعني اليوم يعني اي حدا بده اشارة استفهام يعني شو هذا اللقب، ومن خلاله رح نتعرف هيك عليك بشكل عام. اوكي، بعرفكم بحالي. بداية انا اسمي الاميرة تيماء علوش، طبيبة اسنان اخصائية في طب وتجميل الاسنان وجراحتها، دبلوم إدارة أعمال، وبنفس الوقت صانعة محتوى على السوشيال ميديا بمجال السياحي. هلأ كصراحة بالبداية كنت من الأوائل اللي سلطوا الضوء على شيء يعني شيء سياحي بسوريا. حتقولوا لي إنه يا ترى سوريا فيها سياحة؟ إنه سوريا بعد 12 سنة حرب وأزمة وكوارث طبيعية وزلازل، هل يا ترى في أشخاص لسه عم يقولوا فيها سياحة أو فيها شيء ينشاف؟ ومن هالمنطلق يعني حسيت صار واجب تجاهي، يعني من خلالي او من خلال اي شخص عم يشوف شيء، اني ورجي الشيء الحلو اللي فيها، اني سلط الضوء على الشيء الحلو اللي فيها تماما، من التعريف، من انطلاقه من حياه شخصيه طبيعيه، من ستوريات، سواء شيء طبيعي، انسان طبيعي واقعي لا ينتمي لشيء معين ولا ترويج لشيء معين ولا دعايه او اعلان، لا انا شخص عايش بهالبلد وشفت الشيء السلبي قبل الايجابي فيها، ولكن املي فيها كثير حلو انه هي بلد خير تستاهل انه نسلط الضوء والشيء الايجابي الحلو ونشوف نص الكاسه المليان اكثر من الشيء السلبي. طيب خلينا نعرف منك دكتوره، بتحبي نقول لك دكتوره ولا الاميره؟ لي تيماء. تيماء اليوم كيف بدا اهتمامك بمجال المحتوى الرقمي، بصناعه المحتوى الرقمي، وايضا كمان توجهتي الى السياحه طبيا وعلاجيا ودينيا كمان، كيف بلشت القصه معك ولوين اتجهتي؟ اوكي، هلا بدايه ابتدت القصه انه انا بعد ما خلصت طب الاسنان صار بدي اتخصص بمجال التقويم، فعشت باللاذقيه، كان اختصاصي باللاذقيه، فعشت فيها فتره وصرت انا وطريق السفر رفقات، لانه انا على طريق السفر دائما بدي انزل على الشام، بدي اطلع على اللاذقيه، في مسافه عندك 400 كيلومتر خلاله من بلد مدينه لمدينه، انت بتمري بمحافظات، بتمري بريف، بتمري بجبل، ببحر، بوادي، بمغاره، يعني هذا الشيء انا شفت جمال ما أنا طبيعي، مع أنه كنا بفترة كورونا وفترة بعد منا صار في زلازل وإلى ما هنالك، ولكن أنا كشخص كل أسبوع عم ينزل على الشام ويطلع على اللاذقية كل يومين ثلاثة، أوكي مع الأغاني مع الستوريات الحلوة صرت شوف مثلا مر بحمص، مر بريفة، مر بطاطوس، تاخذ العقل تاخذ العقل، مر بريفة، يعني كل مدينة وريفة أنت بدك تصيري تحكي عن كل جزء صغير أنت شايفة فن عمارة، أنت شايفة طبيعة بالفعل بتسحر، ما أنا منطقية، فصرت إنه شوفها من منظور جمال وحاول أمسك هيدا موبايلي بالوقت اللي ما كان فيه تسليط الضوء غير بالشيء بالسوشيال ميديا، هو إنفلونسرز أو دعايات أو إعلانات أو شيء ما يتعلق بالأكل، يعني شيء ترويجي أكثر من إنه ورجي جمال البلد، إلا إذا مثلا حدا قال أو شيء، فلا صرت صور وصرت أطلع على اللاذقية، اختصيت بالمشفى الوطني، تقويم الأسنان، نقل تكليف على مشفى الحفة، صرت كمان هونيك شوف الجبل، انزل على المدينة، يعني صرت شخص هوايته بالحياة هي الترافلينج، لو بشي بسيط من مدينة مدينة بس هو عم يشوف شي حلو، صارت من أسباب الراحة النفسية اللي عندي، صرت من جمال الطبيعة أخذ طاقة إيجابية أقدر أنقلها، صرت بشخصية بعيدة عن كاركتير الدكتور النمطية الستريكت اللي بده يكون عديم حياة اجتماعية، لا بالعكس أنت قادر تكون مثقف وطبيب ومنفتح على الحياة وبنفس الوقت مكفي بالشيء الفني، أوقات ممكن تعرض فكرة بطريقة لطيفة لا يلغي من شخصيتك كطبيب، هذا الشيء وهذا الشيء الشخصي، الشيء الحلو اللي جواتنا لما بنكون نحن عم ناخذ طاقه ايجابيه من شيء بريحنا منطلع الشيء الحلو اللي فينا، فهذا اللي اعطاني صراحه الاستمراريه وخلاني اهتم اكثر واكثر، واللي زاد هذا الاهتمام واني يصير نوعه انه انطلاقا من شيء حضاري لثقافي هو المكسشر، نحن عندنا بسوريا في مزيج تنوع حضاري كبير بين ثقافي، ديني، اجتماعي، حضاري،
كل بيت بتلاقي فيه جيران من حضارات وعادات، طوائف مختلفة، أديان مختلفة، كله ثقافة احترام الأديان. سوريا أصلا ربيانة على موضوع التنوع والثقافة والحضارة، وكلنا مع بعض. يعني هذا الشيء من قديم الأزل، وهذا الشيء اللي عم أرجع ورجيه. لا تسألوا عن شيء معين، عن مكان معين، عن عادة معينة. أنا قادرة أفوت على كنيسة سيدة الوادي، أطلع على معلولة اللي هي من أقدم المدن. صح. أقدم إيه تماما، هي من أقدم المدن المسيحية اللي لساتها مثلا سكانها. لا حنستفيد أكثر بالشرح المناطق التفصيلية اللي أنا زرتها. حضارة كاملة، حضارة كاملة بتستاهل بالفعل أنه تسلط الضوء عليها. صح، هي بيلزمها مزيد من الاهتمام، مزيد من الرعاية، المزيد من التنقيب. ما قبل الأزمة كان في عنا تنقيب، بعدها لسه لحد الآن في آثار لم تكتشف. نعم. في عنا ضمن البحر أو حوالينا، هذا شيء كثير مهم بتمنى انه يتسلط الضوء عليه وانه عن جد يهتموا فيها لانها بتستاهل ان شاء الله. نحن دائما بنعرف انه اليوم بكل منطقه بسوريا، كل شبر ممكن تزوري في شيء مميز، في معالم جدا حلوه. وذكرتي حضرتك نقطه انه وقت بتنتقلي من محافظه لاخرى كل شيء له خاص فيه. هي المدينه مر عليها حضارات، شعوب، اباطره، كان فيها قصص كثير تاريخيه مهمه، وهذا الشيء نحن كرمال نوصله للناس بشكل صحيح بحاجه التوثيق. وقت نقول توثيق نحن بحاجة للكاميرا اللي هي عينك اللي بدك توصيها لأي حدا اليوم ناطر تيماء شو بدها تعمل اليوم. خلينا نحكي عن الحالة التوثيقية أكثر. شو هي الأدوات اللي استخدمتيها؟ هل رحتي للتسجيل الصوتي وثائقيا خلينا نقول لتعرفي بهي المنطقة؟ أوكي، هلأ ابتدت بأشياء بسيطة، كلنا معنا موبايل بإيدنا، قادرين أنا عم سوق السيارة أفتح صور ستوري المنطقة اللي حوالي الجبل اللي أنا فيه، الكنيسة اللي أنا فيها، المزار اللي أنا فيه. فيعني من اللي حوالي تصوي ستوريز عادي، ممكن بمطارح معينة استخدمت الفويس اوفر بالتعديل على الفيديوز، بعملهم بطريقة اوقات في شيء فني، ممكن تلاقي فيديو لا عم يشرح لك from A to Z كل شيء عن هذا المكان، وبتلاقي فيديوز تانية لا هي عم تحكي بس هيك لقطات بسيطة بس عم تعطي صور كتير حلوة. فيعني من منطلق يعني انت ما انك بحاجه هلا لمعدات كبيره، انا اتمنى انه شيء يروح لمعدات كبيره تتورجى بجمال الحقيقي من كل الاتجاهات ومن كل الزوايا، ولكن بالموجود اللي قدرت وصله بطريقه حلوه استخدمته. طيب اليوم تيماء خلينا هيك كمان نستغل وجودك اكثر معنا ونتعرف من خلال زيارتك وتفتيلتك وشوفتك للاماكن يلي ممكن نحن شوي نحن ما كثير انه بهمنا لحتى نروح نشوفها على ارض الواقع ونعرف كيف هي. اليوم اجواء رمضان لهي السنه كيف كانت من خلال مشاهدتك ل يعني دمجك بالمجتمع اكثر وسفرك لمناطق كثير بعيده، وممكن تكون انه انت كمان سلطتي الضوء عليها عن طريق المحتوى يلي عم تقدميه. هلا بدايه من مما السنه الماضيه بلشت الاجواء الرمضانيه والاجواء الشرقيه تظهر وبلشوا يتفتحوا انه لا بسوريا في خلينا نسلط الضوء على الاشياء السياحه اللي بتخص هلا كل سيزن. على الكريسماس صار في كريسماس ماركت، على رمضان صار في رمضان ماركت، صار في اهتمام كبير بالزينه بالديكوريشن وين ما رحتي فيستيفلز اي كافيه او اي مكان انت عم تروحي صار شيء اساسي فيه يكون الجو الرمضاني موجود، من اليونيفورمز للزينه للكورنرز تبعوت التصوير. او خاصه هلا في عندنا رمضان ماركت اللي ابتدى من السنه الماضيه وهيدي السنه، وسنه عن سنه عم يعملوا اضافات صراحه فيه. هالسنه ضافوا عليه انه عملوا عربيات تتباع مأكولات شعبيه، عملوا خيم رمضانيه، الفايب كله رمضاني، الزينه من قبل ما تفوتي على هيدا الماركت من برا انت قادره تشوفي على امتداد مدينه المعارض القديمه هي الزينه كلياتها، الاضاءه كلياتها الحلوه قد ايه جميله، قد ايه بتفرح لما انت مثلا عم تصور وتورجي انه لا قد ايه الجو حلو رمضان تعيشه بسوريا. لا اقبال كثير كبيره من السياح، لا اشخاص من المغتربين حتى اللي اشتاقوا للبلد حابين يزوروا رمضان انه نشوف نعيد مع اهالينا نشوف الجو في شيء حلو ينعاش، مو انه لا خلاص مهدم مدم، لا لا شيء كثير حلو. حتى السياح اللي مثلا من اهلي هون اللي اجوا نزلوا على البلد قبل او اللي حابين يجربوا عن جد سوريا بالاشياء الاورينتال اللي حكينا عنها بالتجول بالحارات، تشوف الجو الرمضاني بالميدان، الجزماتية، الاكلات والمشروبات اللي احنا عندنا تمر هندي، عرقسوس، جلاب، او حتى المأكولات. يعني انت عندك شيء كثير كبير ما بيخلص ما بينتهي بداية من الصباح للافطار لما بعد الافطار. فانا كثير سعدت صراحة بالجو الرمضاني هذا السنة على تعدده،
وبدي اضيف شغله انه رمضان ماركت اللي ما بيعرف شو هو بشكل عام هو له انترنس بسيطه شيء رمزي قادره كل الشرايح انها تفوت عليه، عباره عن مفهوم الكونسبت تبعه انه اكشاك فيها حرف يدويه فيها ماكولات كل شيء له سيجنتشر معينه، فعطى فايب كثير حلو للجو الرمضاني وانا كثير انبسطت فيه. ونحن كثير مبسوطين انه بوجودك اليوم دكتوره، وطالما ذكرتي الحرف السوري اليوم شيوخ الكار صاروا معنا بالاستديو حيكونوا ضيوفنا من بعدك. شكرا دكتوره لحضورك اليوم، نتمنى لك هيك النجاح بالمهمتين اللي عم تحمليهم بحياتك. اهلا وسهلا، بشكركم كثير على الاستضافه الحلوه صراحه وكل الحب والاحترام. شكرا لك الاميره والدكتوره حبيبه قلبي، شكرا كثير حبيبه قلبي.